يشبه كي قلبي كنك القلب مخيول وعيوني لا شافتك وجهي تضيع في الأرض ما يشبه غيرك وليلوك اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين I miss you. قولي لهم توحشتكم. بزاف. وأخيرا صراحة بسبب هاد الميسيو رجعت عاتي. خصكم تشكروا في الكومنتير حيتاش عاتي شحال من مرة تيقول لي صافي مروة رجعي رجعي ولكن مروان كيفاش كانت حالة ديالي؟ لا كنت خايف صراحة. عاتي هو مسكين هو كان كيقول لي زعما يكونوا عندنا ولاد كثر عاتي غير شاف هاد الحاله ديالي كيفاش داري قال لي شوفي غادي تولدي وصافي بركه حاجه بصح بصح اول حاجه حملي اخي بحمل شفتو في التاريخ ولا في الناس ديال مزيان ما شفتك نفس الشيء انا ما كنتيش معايا ما عشت معاك التجربه حملي في ميزكين وفي هاد الحمل الثاني فريمون ما كنتمناهش لحتى شي مره ان شاء الله كنتمنى حملكم يكون سهل بحال اغلبيه النساء لانه انا في المغرب وفي هنايا الطبيب شخصني كواحد في المية من النساء اللي كيكونوا بحال هكا يعني كنرد 9 شهور كاملها كنقص في الوزن دابا انا الحمد لله ما ناقصتش من في الاول كنولي حالتي حاله ما كنوضش حيتاش ما كناكلش ما كنقدرش من الحمد لله دابا انا قلت لكم غير باختصار حالتي وبغينا نقول شي حاجه الصراحه شي ناس خرجوا شي اشاعات اش قالوا مريوان طلقها مريم طلقها قال لك طلقنا مسكينه راه طلقات وداك الشيء بعدا اول حاجه الله ينجينا الله ينجينا يا سيدي ربي حنا اصلا الحمد لله ما بيناتنا حتى شي حاجه بالعكس سمعنا على عسل اللي قالوا يا خويا باينه متخاصمين كلشي كلشي كيصيفطوا لمروان راه متخاصمين انا راه غير حالتي كان الله اللي عالم بها والله تليفون طافية حيد لي زابليكاسيون كلهم ميم ما فامي مساكن تعيطوا على مروان باش يسولوا على الحالة ديالو والله ما كنتش كنقدر نهضر مروان اش نقول لك في الأول فاش كنتي كتقولي كيفك اشنو بغيتي كندير لك في الأول ما كنتش كنقدر حتى نهضر راه فغيمون ما غاديش تخيلوا الحمل ديالي ما كنتمنى حتى شي واحد كيما قلت لكم المهم حنا بينا نقول لكم اش من طلاق حنا درنا العرس الثاني شوف فيهم دار ما تبقاش هذا سبحان الله العجيب ناس هما كيتخيلوا شي حوايج اللي ما كايناش علاش وي زعما شي واحد يخبر خبر راه كاينه شي حاجه خايبه بالعكس تقدر تكون شي حاجه زوينه تقدر يكون مرض لا قدر الله بحال انا دابا حالتي كانت خايبه المهم فريمون عانيت في السبيطار داكشي الحمد لله دابا باقي نفس المهم باقي عندي معاناه راه كتشوفني مروان مي غير في الصباح دابا كتكون عندي شويه المعاناه غير في الصباح غير الضان وخا دلتو مي هادشي باختصار سينو خرجنا وداز العيد الصباح هادي راه العشيه ويلا غنديروا لكم الانترو اللي غادي تشوفوا من بعد الانترو غتشوفوا كيفاش دوزنا من الصباح حتى العشيه كسولين داكشي علاش غيبان لكم مروان مصيب حراره هنا غزاله وكيحمق ماشي كيحمق كيعرق اش من كيحمق تو ماتش الصراحه صراحه اول مره سخوني بحال هنا عقلتي اول ما جيت لبريطانيا كان سخون ماشي بحال هنا كان الجو زوين ديك الساعه لا لا ما شفتيش انت سنين بصح آه. ماشي بحال هكا صافي ما كايناش ايوا المهم بغينا نقول لكم عيد مبارك سعيد الله يدخل لكم الصحه والسلامه واش ما تمنيتوا ان شاء الله وانت شو بتقول لهم فيروزي جاجني جاجة كمونة المهم عيد مبارك سعيد لكلكم كاع كنتو في المغرب ولا في أي دولة وشوفوا الحنينة ديالي وشوفوا الفيستي ودايرة أنايا المجدولة داكشي وداكشي يا سيدي إيوا مسكينة اليوم هاد العام صيفطت لها حتى شي حاجة مسكينة تخاديسيونيل إن شاء الله نيكست يير وشوفوا درت الضفيرات يا سيدي وميم طون بغيت نقول لكم انا ومروان شكرا بزاف بزاف على لي كومونتير ديالكم ولي ميساج اللي ما يمكنش حد ديال لي ميساج وصلونا كتقول لنا مبروك فرحنا لكم داك الشيء في انستغرام مازال ما قادرينش نجاوبكم حيت تبارك الله ما شاء الله كثر راكم عارفين مع العيد وداك الشيء اون فوا نساري غنجاوبكم واحد بواحد وصافي انت بغيتي تقول لهم فرحان ما فرحانش بزاف الحمد لله
والله عشان مازال ما كنحسش براسي 100% باغا نرجع حيت فريمون باقي لا فاتيك داكشي مي هو تيقول لي صافي رجعي شافني الحمد لله وليت بخير دونك ان شاء الله قولوا لي لنا شنو بغيتو نبارطاجيو معاكم من هنا لقدام زعما داكشي ديال البيبي ولا شنو بالضبط بغيتونا تشوفوا حيت ما كنتش حاضرين معنا في مزكين ما كنتش كنفلوغي فلوغيت في الاسبوع ديال مزكين ومن بعد ولكن قبل مع كانت حالتي ثاني خايبه ما كنتش كنفلوغي وما كنت كندير والو دونك ربما هاد المره نفلوغيو ليهم يا كنعيشوهم الاجواء ديالنا وهاد المره ايفن باتر ويد ماريوان صافي هادشي اللي كاين اوكي بوب ويد اس حتى نشوف شنو غنديرو يما ها اشنو لي بركه هادي تجي وحده بحال هكذا يلا تتقلب عاوتاني بوراس مشى قطع ليا الكبده ديالي طلعت لك باش نعاونك ما تعاونيش دخل غير سوق راسك ديالي في جهه الدار راك شوف عاتي فقصني باش قطع ليا الكبده وراك عارفين الكبده خصها تبقى كما هي حتى طيب واحد نص طيبه عاد باش هذا وشوف قطع عليا مي ما عندي مندل الله ريحه العيد وحق الله والله الا ريحه اش يجي باش شو انا عيديه عيديه لوك دادي سكنه كيف هي عيديه كو ياي ثانك يو دادي ماين ماين ذيس از اور تراديشن ذا مان اند دي هاف تو جيف يو نو دي اتولد اوريدي اتولد سي لوك ات ماين 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 انا الكبيره اول ماين مسكين تيك يور ايديا سي ثانك يو Thank you. This one is for you. Yeah. I got this. Yes, baby. Come here in the kitchen. Mommy. Yes, Hope. We need to wet tennis. Like this wet one. Say hi. عيد مبارك عيد مبارك عيدكم مبروك مامي مامي we need wet but wait this wet okay wait I find it for you later just wait انا كنصيب السالاد صراحة برهم صاحب مروان كنقول له برهم شيط هو اللي قد لنا باربيكيو ولكن باقي انا خصني ندير داكشي المغربي ديالنا بغيت ندير بولفاف هو اللي ندير يلا طيب ونص طيبه غنمشي نقطع وندير داكشي ديالنا وكاينه كاينه هذا لامي ديالو اول مره غادي تشوف هاد لي تراديسيون عجباتي كتصور داكشي وبيان سور كيعيط على ولادهم ماريو ديما كيعيط على ولادهم حيتاش كيبغيوهم يشوفوا دوك التقاليد حيتاش مساكن مواش ماشي عربيات ماشي مسلمات اون جينيرال دوكو ما كيديروش هادشي واخا ما تنضرب الصراحه وكنعيطوا على حتى صحاب ولاد ولاد صاحب راجل واحد الدري ديما تنعيطوا عليهم الصراحه في العيد غير العام فيت ما عيطناش لهم حيتاش كان خويا عندنا هنايا كان صاحبو داكشي هو العام فيت الوحيد اللي ما عيطناش لهم ما نورمالمون ديما كنعيطوا لهم في العيد يجيو عندنا سوا الصباح سوا يتغداو معانا ضروري مساكن شوفوا دوك الاجواء اللي مفتقدينهم كنتوحش الصراحه انا في العيد حتى ولاد خويا ما كنكرهش يكونوا معانا عمرنا ما عيدنا معاهم مي ديما كنقول خصهم يعيدوا معانا مي دي فوا اغلبيه الوقت العيد كيجي في هذا ما كيجيش في العطله هذا المره جا في العطله ولكن خويا ما كاينش كاين في المغرب يعني سي دوماج كون كان كون اكيد جمعنا كامل الاسر ان شاء الله نيكست تايم انا كندير لهم واحد الصلاه خفيفه ظريفه حيت هما راكم عارفين ماشي بحال خص ضروري اكونباني تكون شحال من حاجه نعم مريم اش بغيتين اش نحط برا هادوك هذاك القصه العربيه بجوجهم غير هو شوف هذيك اللي لونها بيج فرشت بها هذيك الكاشه الكحله باش ما توسخش وقبل ويت انا نوريك تسنى الرجال ما كيعرفوا يديروا حتى حاجه كلشي كيديروا ليك بالمغرب عاتي نورمالمون ديما انا اللي كنتقدى العيد وداك الشيء عرفتوا هاد العيد كا اكسبسيونيل ومع الحام وحالتي كتكون لها علاقه ديال بصح والحمد لله على كل شيء خليته هو اللي يتقدى ليا كل شيء والله الا جاب ليا الصخره كلها عوجه
فقزني ما كيعرفش ما كيعرفش واش رجالات كنت نتوما. هو مسكين كيحاول والله فريمون سورتو مع الحمله. واو عاد فريمون كيعاون ديال بصح فريمون الحمد لله، ولكن راه ما كيعرفش غير كيخربق. كنقول من ناقص ما يديرهاش نديرها انا مقاده ولا يديرها ونعاودها، فهمتوا؟ فريمون ما كيعرف حتى شي حاجه عندنا ما نديرو اليوم الرجال. Do you like henna? Yeah, I do actually. Did you do it? No. No, thank you. I know how to draw, but I don't know how to make henna. It's a little bit difficult. Is that it's easy, messy, you know? Isn't it? Listen, yeah, when you messy. Go when you go Marrakesh in Morocco, you go Jam Al Fana. Is that easy? People do this 1 second, whatever you want to do. This one, yeah. There is a Pakistani woman. Oh yeah, I've Shimei. Had it done. I own every time. Shimei. Where's she from? She's from Pakistan. No, it's no. I mean, like from here. She from yeah, she's living here, I guess. Oh, yeah. Okay. Honestly, I don't know her. I just find them on Facebook. Every time I go with a different one yeah. to see which one oh, is perfect. Oh, yeah. I've had it done before with my daughter, you know, at the Mela. Mm-hmm. Okay. Wait. You want me to do it for you, Marwa? I need to put salt first and, yeah. and do this one. Okay, you can help me on this. Oh. خفيف جينا غير نوصلوا بلاد حمري من ديورهم. ايوا قلنا تشينا الايس كريم انا ومسكينه قلنا نجيبو هادشي هادشي الجو غزال هاد العامات بحال ماشي بريطانيا صافي يديرو كامل الناس العريان الجو كيحمق صايب. What do you want? Watermelon? Yeah, watermelon. Yeah. شوفوا مروه اللي ما بحالش مكر لبس هذيك الجلابه غير شي 3 دقائق في الصباح وحيدها. مامي صراحه الموت الصداع الجلابه بزاف. انا هادو عرقان واخا غير خفيف. Yes. اوكي شوفي my mom was always ice cream for mommy, please. This one here? Yeah, that one, please. Mm, yummy. Thank you. Mm, nice. Mommy, mommy. Mom, I put my snow on my hands. It's very cute. It's on my hands. It's very cute. Yeah, it's on my hands. I put on my hat, mommy. هذا النهار الثاني ديال العيد عندنا حنايا، نتوما النهار الاول ديالكم في المغرب. انتما طليب. المهم جيت غير باش نقول لكم شكرا اونكور اون فوا على لي ميساج ولي كومونتير ديالكم. فريمون ميرسي بزاف بزاف على السبورت ديالكم داكشي كاملو. وما تنساوش تقولوا لي اون كومونتير شنو تبغيو تشوفوا من هنا لقدام
كافلوكس وداكشي. سينون بغيت نقول لكم عيد مبارك سعيد اونكور اون فوا، جات نتوما معيدين اليوم. كنتمنى يكون عيدكم داز زوين، واليوم راه عيد الله يشافيه ان شاء الله، وفريمون كنتمنى تكونوا دوزتوا عيد زوين سواء في الغرب ولا في المغرب. صراحه انا كنقول لي مروان سيري دوزي قبل كاع العيد، بغيت نقام توكي قبل كاع من العيد، قال لي سيري دوزي العيد في، قال لي سيري المغرب، ولكن ما قدرش نمشي بلا بي، وراكم عارفين لوكان ديالي حاليا شويه ديفيسيل، نمشي بوحدي ومع مسكين والطبرزيت ديالها دي فوا كنحتاجو بزاف يكون معايا ويعاونني فيها. دونك صافي هادشي اللي كاين، ثانك يو سو ماتش فور واتشين، ان شاء الله نتلاقاو في انذر فلوغ اور فيديو. اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين الوجود طه.